أوكي آخر شيء، مع الجميع عفوا مرة ثانية للتأكد. معك دكتور. أوكي إذا عندي أنا 4 مراحل مثل ما حكينا، مرحلة الفازو كونستركشن ومرحلة البرايمري هيموستاسيس بالإضافة إلى السكندري هيموستاسيس والأنتيثرومبوتيك كاونتر ريجوليشن. فازو كونستركشن إندوثيليوم، مرحلة البرايمري هيموستاسيس أكتيفيتد بليتلتس إكسترا سيلر ماتريكس أدينوزين دايفوسفيت بالإضافة إلى ثرومبوكسان A2 بالإضافة للفونت والبرانت فاكتور، شكلت العلاقة الأولية. مرحلة السكندري هيموستاسيس التشو فاكتور بالإضافة إلى الثرومبين، شكلت العلاقة الثانوية. وأخيرا صار في عندي أنتي ثرومبوتيك كاونتر ريجوليشن اللي هو التشو بلازمينشن أكتيفيتر بالإضافة للثرومبوموديولين. إذا الإندوثيليال سيلز، هذا الشيء حكيت لكم عنه سابقا، الاندوثيليال سيلز بالشكل الطبيعي ما في عندي اي انجري نورمالي، لها صفات مضاده للخثره تماما. هي مضاده لتجمع الصفيحات، هذا حكيت لكم اياه سابقا، لا تسمح لاي خليه او اي يعني مكون للدم بالالتصاق على سطحها. نورمالي بوسيس انتي بليتلت، مضاده لتجمع الصفيحات، مضاده للتخثر، والها صفات بتحل الفبرين في حاله شكل. هذا نورمالي بدون التعرض لاي انجري. بيختلفوا تماما، بنقلبوا يعني 180 درجه في حاله صار في عندي تعرض لاي انجري. الحاله الطبيعيه انتي بليتلت انتي كواجولانت فيبرونيتيك بروبرتيز. If the endothelial cells are injured الان or activated, vasculitis, smoking, atherosclerosis, etc., they develop procoagulant functions. ينقلبوا تماما من صفه حاله للخثر لصفه مشجعه على التخثر. من محل للفبرين الى مشكل للفبرين وهكذا. مين مثلا اكزامبلز لسوتش اكتيفيتورز؟ انتاج الانترلوكين 1 والتيومر نكروسيس فاكتور مثلا خلال العمليه الالتهابيه عاده بيساهم في عمليه التخثر. ليش؟ انه هاي السيتوكاينز انكريز بروكواجولانت اكتيفيتي، بتحفز البروكواجوليشن وبتثبط الانتي كواجوليشن، النتيجه هو كواجوليشن. إذن examples of such activators هي cytokines like interleukin 1 and tumor necrosis factor during inflammation. البلازما ميدياترز كمان برضو ممكن تؤدي إلى حدوث تحفيز لعملية إنتاج اللي هو thrombogenic agents. وأخيرا الانفكشس agents مثل اللي هو الفاسكولايتس. بالملخص أي injury بتتعرض لإلها الاندوثيليال سيلز على طول رح تقلب من شيء ضد التخثر الى شيء مع التخثر بشكل كامل. الان مين اللي راح يحدد انه هل راح يصير عندي انا كواجوليشن او ماسيف عندي كواجوليشن؟ مين راح يتغلب على مين؟ البالانس، التوازن ما بين الانتي كواجولانت والبرو كواجولانت بروسيسز هي اللي تعمل ديتيرمينيشن ويل ديتيرمين ويذر ثرومبوسز، اما بصير عندي ثرومبوسز او بحصر الكواجوليشن بروسيس. كونتينمنت اوف ذا كواجوليشن بروسيس ويل تيك بليس اند وين. وبالتالي تغلب الانتي كواجولانت على البرو كواجولانت النتيجه نو ثرومبوسس، تغلب البرو كواجولانت ايجنتس على الانتي كواجولانت ايجنتس النتيجه هو حدوث ثرومبوسس. هلا الاندوثيليال سيلز سينثيسايز، هذا السلايد جزء بلخص لكم كل شيء يعني حكيناه تمام، مين مع التخثر ومين ضد التخثر. الاندوثيليال سيلز سينثيسايز اندوثيليين، مثل ما حكينا مرحله الفازو كونستركشن هو فازو كونستركتر، تنتج التشو فاكتور في المرحلة الثالثة اللي هي secondary hemostasis، هذا مثل ما حكينا هو procoagulant factor، بيعمل activation للcoagulation cascade خصوصا اللي هو الطريق الخارجي، تنتج البروستاجلاندين I2 والنيتريك أوكسيد، وبالتالي هدول vasodilators بيعملوا inhibition للplatelet aggregation. رجاء هذا السلايد بتركزوا عليه، شنو ممكن تجيكم أسئلة أعطيكم الله هي يعني اسم يعني ايجنت معين ويقول لك شو الاليه اللي ادى الى حدوث يعني تراجع للتخثر اللي هو الفازو دايلاتيشن مثلا للبروستاجلاندين I2 والنيتريك اوكسيد. ايش بينتهوا الاثنين؟ بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن، بيضبطوا العكس تماما البليتلت اجريجيشن وبالتالي بيمنعوا تشكل التخثر. الان ادينوزين داي فوسفاتيز وليس ادينوزين داي فوسفيت اللي هي الجرانيولز المنتجه من قبل الاكتيفيتد بليتلتس، بالعكس بتحطم الاي دي بي وبالتالي بتعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. الهيبارين من اسم تعرفوها جميعا، هيبارين لايك مولكيولز كمان هاي مضاده للتخثر. شو مبداها؟
تسمح للأنتيثرومبين لأنه يعمل inactivation للثرومبين ومعه الفاكتور العاشر المفعل وبعض عوامل التخثر. الثرومبوموديلين في المرحلة الرابعة اللي هي الأنتيثرومبوتيك كاونتر ريجوليشن بيقلب الثرومبين المنتج في المرحلة الثالثة من بروكو أجولانت إلى أنتيكو أجولانت. تشو بلازمينوجين أكتيفيتر المنتجة في المرحلة الرابعة كمان. هذا السريبتوكاينيز هو فيبرينوليتك ايجنت وبالتالي بحفز بسهل بيعمل بروموشن للفيبرينوليسز للفيبرين كلوت. بيفرز البلازمينوجين اكتيفيتر انهيبيتر، هذا بذكركم لما كنا نحكي عن الريموديلينج في التشو ريبير انه في عندي انا تشو انهيبيتر ميتالوبروتينيسز، تشو انهيبيتر ميتالوبروتينيسز عاده تعمل اللي هو ريبير. إذا في عندي عامل في المكان اسمه تيشو انهيبيتر ميتالوبروتينيسز بثبت الميتالوبروتينيسز وبيعمل ديبوزيشن للفايبروسيس. وبالتالي مين اللي بيعاكس التيشو بلازمينوجين اكتيفيتر؟ الإجابة إنتاج بلازمينوجين اكتيفيتر انهيبيتر اللي بثبت الفيبرينولايسيس. طالما ثبت الفيبرينولايسيس صار عندي ديبوزيشن وفيبرين في المكان وبالتالي مور اند مور يعني بروباجيشن اوف ذا ثرومبس. والفولبرانت فاكتور حكينا بتم إنتاجها في المرحلة الثانية اللي هي البرايمري هيموستاسيس اللي عادة بتساعد في عملية ارتباط البليتلس to collagen as a part of extracellular matrix which is by definition a thrombogenic agent stimulating thrombus formation. يعني بالملخص هذا السلايد مين الأول الآن مع التخثر من عندهم مع بعض مين بيساهم في عملية التخثر؟ كله منتج من الاندوثيليال سيلز، شيء معه شيء ضد. مين اللي مع التخثر؟ فازو كونستريكتر اللي هو الاندوثيلين، هاي واحد. تشو فاكتور، هاي اثنين. ثلاثة الـ ADB، هاي الثلاثة. أربعة عندنا الثرومبوكسان A2. خمسة عندي أنا اللي هو الثرومبين. ستة اللي هو البلازمينوجين أكتيفيتر إنهيبيتر. سبعة الفون بولبرانت فاكتور. هدول كلهم مع التخثر، منعيدهم. اندوثيلين مع التخثر. تشو فاكتور مع التخثر، أدينوزين دايفوسفيت وثرومبوكسان A2 مع التخثر، الثرومبين مع التخثر، التشو بلازمينوجين أكتيفيتر مع التخثر، والفون بولبرانت فاكتور مع التخثر. هلا هون بدكم تركزوا على الآليات رجعاً، هيك ممكن أنا أسألكم لك والله الفون بولبرانت فاكتور شو بيعمل؟ إجابتك إنه بيربط البليتلس تو كولاجين. عشان هيك أنا بإيش بعكسه بالأسبرين، الأسبرين إيش بحكي والله للمريض؟ عنده فرصة لحدوث أثيروسكليروسيس ديوتو عنده فرصة لحدوث ثرومبوسيس ديوتو أثيروسكليروسيس أنصح يأخذ أسبرين. شو بيعمل الأسبرين مبدأه؟ يمنع ارتباط البليتلتس على الكولاجين بكل بساطة. هلأ مين اللي هو ضد التخثر الآن؟ مين اللي ضد التخثر؟ الإجابة واحد بروستاجلاندين I2، تنين نيتريك أوكسايد، هاي مبدأهم، هم بازو دايليترز وبيعملوا إنهيبيشن للبليتلت أجريجيشن. مين كمان عندي أنا؟ إذن واحد بروستاجلاندين I2، تنين نيتريك أوكسايد، ثلاثة أدينوزين دايفوسفاتيز، أربعة هيبارين، خمسة ثرومبوموديلين، ستة تشو بلازمينوجين أكتيفيتر. بكل بساطة يعني سبعة مع وستة ضد. الشيء الموجود عندكم اللي هو الثرومبوكسان A2 اللي بيتم إنتاجه من الـ ADP. اللي ضد التخثر بروستاجلاندين I2 نيتريك أوكسايد تنين، أدينوزين دايفوسفاتيز ثلاثة، هيبارين أربعة، ثرومبوموديلين خمسة، الستريبتوكاينيز اللي هو تشو بلازمينوجين أكتيفيتر ستة. هذا طبعا هون ملخص لكل شيء حكينا، ما بتصور إنه في داعي يعني أدخل فيه بشكل تفصيل. مثل ما أنتم شايفين شو التشو فاكتور بيعمل، بيعمل إنيشيشن للكواجوليشن كاسكيد. البروستاسايكلين بيتم إنتاجه من قبل الإندوثيليال سيلز كمان، هو عبارة عن فازو دايليتر بيعمل انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن. كل ملخص نيتريك اوكسايد ذا سيم، هو فازو دايليتر بيعمل انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن. الفون بولبرانت فاكتور بيعمل ادهيجن ما بين البليتلتس والكولاجين فايبرز، بالاضافه الى هو حامل للعامل الثامن. تمام. الانتي ثرومبين الانتي ثرومبين والتشو فاكتور والباثوي انهيبيتر والبروتين اس، هدول نحكي عنهم كمان شوي اللي هم او في المحاضرة القادمة. البروتين اس والبروتين سي هم بيعملوا انهيبيشن للبلاد كواجوليشن، انهيبيشن للبلاد كواجوليشن اللي هم الانتي ثرومبين والتشو فاكتور باثوي انهيبيتر اللي هو العامل المثبط للتشو فاكتور والمضاد للثرومبين، بالاضافة للبروتين اس وبروتين سي كلهم بيعملوا انهيبيشن للبلاد كواجوليشن.
إن شاء الله بكل التفصيل نحكي عنها في المحاضرة القادمة. تشو بلازمينوجين أكتيفيتر اللي هو الستريبتوكاينيز، طبعا هو عبارة عن فيبرونوليتيك إيجنت. فكل اللي شرحته هو ملخص في الرسم اللي أمامكم. الآن الأنتي ثرومبوتيك بروبرتيز أوف إندوثيليوم، في أشياء مكررة بس هي ملخص على الإشي السابق. أنتي ثرومبوتيك بروبرتيز أوف إندوثيليوم، عندي الأنتي بليتليت إفكت، مضادات التخثر. مثل ما حكينا أنتي بليتليت، ما لاحظوا العنوان، أنا عم بحكي عن عائلة الأنتي ثرومبوتيك، إيش الأشياء اللي ممكن تكون مضادة للتخثر من خلال الإندوثيليال سيلز. مين يعتبر مضاد للصفيحات وبالتالي هو لتجمع الصفيحات وبالتالي هو مضاد للتخثر؟ مثل ما ذكرنا النورمال اندوثيليوم ما بيسمح للبليتلس لانها تلتصق على سطحها، لكن في اندوثيليال سيرفيس از انجرد، تعرض لانجري وبالتالي صار في اكسبوجر مع الاكسترا سيلر ماتريكس، هذا الحكي بيعمل اكتيفيشن للبليتلس وبالتالي بيعمل ستيموليشن لعمليه الادهيجن اوف البليتلس ات ذا سايت اوف انجري. مثل ما ذكرنا قبل شوي السبب انه الاكسترا سيلر ماتريكس يعتبر هو هايلي ثرومبوجينيك. هلا مين بيمنع البليتلت افكت، يعني مين بيمنع البليتلت ادهيجن؟ البروستاجلاندين اي 2 والنيتريك اوكسايد شو بيعمل؟ بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن، انهبت بليتلت ادهيجن لمين؟ للان انجرد نيبرنج اندوثيليوم، بفضلوا عمليه التصاق الصفيحات على منطقه الانجري وحتى على المناطق اللي ما تعرضت لانجري لكنها قريبه من الانجرد اندوثيليال سيلز. انتاج هاي التو بوتنت فازو دايليترز اللي هم البروستاجلاندين اي 2 والنيتريك اوكسايد مين بعمليه الاستيموليشن لهم؟ من خلال انتاج الثرومبين اللي هو تم انتاجه من قبل او في المرحله الثالثه اللي هي السكندري هيموستاسيس، او انتاج اذر سايتوكاينز لايك انترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور. يعني بالملخص مجرد ما صار في عندي انا تعرض الاندوثيليال سيلز لاي انجري بصير في تحفيز لعمليه انتاج هاي الفازودايليترز منعا عن التشكل اللي هو او المور اكسبانشن اوف ثرومبس. اذا الانتي بليت اللي طلع ملخصه هذا سلايد بثلاث كلمات. في عندي كمان عامل اللي هو الادينوزين داي فوسفاتيز، شو بيعمل؟ بيعمل ديجراديشن للاي دي بي وبالتالي بيعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. بالملخص هذا السلايد كيف بنلخصه بجملة واحدة بناء على المعطيات اللي حكينا عنها التسلسل قبل شوي. مين مضادات تجمع الصفيحات وبالتالي يعتبر انتي ثرومبوتيك بروبرتيز؟ بكل بساطة بروستاجلاندين اي 2 نيتريك اوكسايد بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن لانهم فازو دايليترز، ورقم ثلاثة ادينوزين داي فوسفاتيز لانه بيعمل ديجراديشن للاي دي بي. وبالتالي الانهبيشن للبليتلت اجريجيشن يعني الانتي بليتلت افكت، واحد بروستاجلاندين اي 2، اثنين نيتريك اوكسايد، ثلاثه ادينوزين داي فوسفاتيز. اوكي الان الانتي كواجولانت بروبرتيز. هلا الاندوثيليوم بكفي اليوم، شو رايكم؟ يا ريت دكتور بكفي. طيب اوكي خلاص يلا ماشي، يعطيكم العافيه، كمل المحاضره القادمه. يعطيك العافيه الله يعافيك.